بيبدأ الفيلم بمكوك فضائي بيكون راجع من رحلته من الفضاء لكوكب الأرض، لكن بيحصل عطل في المكوك فبيقع في منطقة شرق ماليزيا، وبتكون مهمة المكوك هي جمع أربع عينات من كائنات فضائية من كوكب مجهول في الفضاء، وبيكون ديريك صاحب الشركة المشرفة على مشروع المكوك موجود في برج المراقبة في ولاية كاليفورنيا. وبيعرف ديريك ان فرق الانقاذ جمعوا 3 كائنات فضائية، وان في واحد من الكائنات الفضائية هرب منهم، وبيكون في واحد من فريق رواد الفضاء لسه عايش، فبينقلوا فريق الانقاذ بالاسعاف للمستشفى. لكن في عربية الاسعاف نكتشف ان الكائن الهارب دخل في جسم رائد الفضاء المصاب، وبيطلع الكائن من جسم رائد الفضاء وبيدخل في جسم الممرضة اللي معاه في الاسعاف، وبعدها الكائن بيقتل السواق وبتتقلب عربية الاسعاف، وبعد شوية بتخرج الممرضة وكل جروحها بتخف وبترجع سليمة، وبتفضل الممرضة ماشية في المدينة وبتكون عاوزة توصل لمقر شركة ديريك في سان فرانسيسكو. وبعد شوية بتوصل الممرضة لسوق كبير وبتشوف ست عجوزة هناك، فبيختارها الكائن الفضائي وبينقل نفسه جوا جسمها. وبعدها بتوصل الست العجوزة للمطار وبتفضل تدور على حد يكون مسافر لسان فرانسيسكو، وبيختار الكائن الفضائي طفلة صغيرة وبيدخل وراها الحمام. وتاني يوم في مدينة سان فرانسيسكو بيكون في مراسل صحفي اسمه ايدي لسه صاحي من النوم، وايدي بيكون عايش مع حبيبته اني واللي بتكون شغالة محامية في شركة ديريك. فبيروح ايدي مقر المجلة اللي هو شغال فيها وبيقابل مديره، وبيعرف ايدي من مديره ان هو هيعمل لقاء مع ديريك صاحب شركة ابحاث الفضاء. وبعدها بيخرج ايدي مع اني وبيقول لها ان هو هيعمل لقاء صحفي مع صاحب الشركة اللي هي شغالة فيها، وبيرجع ايدي مع اني على البيت وبيقضوا الليلة مع بعض. وبالليل بيصحى ايدي من النوم وبيلاقي اللابتوب بتاع اني مفتوح، وبيشوف ايدي ايميل مبعوث لاني وبيكون فيه معلومات عن قضية تخص ضحايا تجارب شركة لايف السرية واللي بتعملها على البشر. وتاني يوم ايدي بيكون في المقابلة مع ديريك وبيسأله عن مشروعه الفضائي وبيسأله عن تجاربه اللي بيعملها على البشر، لكن ديريك بيرفض يجاوب على السؤال ده وبينهي المقابلة، وكمان بيطلب من الامن انهم يوقفوا التصوير ويطردوا ايدي برا الشركة. وبسبب نفوذ ديريك وعلاقاته بيترفض ايدي من شغله. وتاني يوم بيروح ايدي علشان ياخد اني من شغلها، ولكنه بيلاقيها بتتهمه بخيانتها واستغلالها، وبتقوله ان هي عرفت ان هو شاف الايميل اللي مبعوت ليها على اللابتوب بتاعها، وبسبب كده اني اترفضت من شغلها هي كمان. وبتدي اني لايدي خاتم الخطوبة وبتنفصل عنه. وبيعدي بعد كده 6 شهور وبنكون في مقر الابحاث الخاص بشركة ديريك، وبتشرح الدكتورة دورة لديريك تجربتها لواحد من الكائنات الفضائية على ارنب، وده لان الارنب بيبقى عنده اعضاء شبيهة باعضاء الانسان، وبتنجح التجربة والكائن بيتعايش جوا جسم الارنب بشكل طبيعي. وهنا ديريك بيطلب من دورة ان هي تبدأ تعمل التجارب على البشر، وان التجارب دي لو نجحت فده معناه ان البشر هيقدروا يعيشوا حياة طبيعية على اي كوكب تاني. وبالرغم من ان دورة مش بتكون موافقة على كلام ديريك، الا انها ما بتقدرش ترفض علشان عارفة ان ديريك ممكن يأذيها. وبعد شوية بيحضر ديريك اول تجربة تعايش لكائن فضائي جوا جسم بشري، ولكن المحاولة بتفشل، وده لان جسم المتطوع بيكون مش قادر يستحمل الكائن الفضائي جواه وبيموت المتطوع ده، فبيطلب ديريك المتطوع اللي بعده علشان يكمل تجاربه عليه. وفي الوقت ده بيكون ايدي في شقته اللي بتكون في حي فقير، وبيكون ايدي مديون وعليه اقساط متأخرة كتير، وبيدور ايدي على شغل في اكتر من مكان ولكنه ما بيلاقيش اي وظيفة. وتاني يوم ايدي بيكون في السوبر ماركت وبتقابله الدكتورة دورا وبتديله كارت فيه رقمها، لكن لما بيعرف ايدي ان هي شغالة في شركة ديريك بيسيبها وبيمشي، ولكن دورا بتجري وراه في الشارع وبتوقفه وبتقوله ان هي عندها دليل على ان ديريك بيعمل اختبارات على البشر، وان هو بيختار الناس الفقراء علشان يتطوعوا للاختبارات بعد ما بيخدعهم الفلوس وبيخبي عنهم حقيقة التجارب. وبتطلب دورا من ايدي ان هو يمنع ديريك باي طريقة، وبتقوله ان هي لو حاولت تمنع ديريك من اللي هو بيعمله هيأذيها. فبيقول لها ايدي ان هو خسر شغله وحياته كلها بسبب اللي عمله مع ديريك قبل كده، وبيطلب منها تدور على حد غيره وبيسيبها وبيمشي. وبيفضل ايدي يمشي في الشوارع بلا هدف لحد ما بيلاقي نفسه على الكوبري وبيشوف قدامه مقر شركة ديريك، فبيراجع نفسه وبيقرر ان هو يكلم دورا. وبعد شوية بتجيله دورا وبيركب ايدي معاها عربيتها وبيروحوا على شركة ديريك. ولما بيدخلوا الشركة دورا بتحكي لايدي على اكتشاف ديريك للكائنات الفضائية، وبتقوله ان ديريك بيدور على جسم بشري يقدر يتعايش مع الكائن الفضائي لما يبقى جواه. وبيوصل في الوقت ده واحد من الامن، فبتفتح دورا باب المختبر لايدي وبتخليه يدخل، وبتروح دورا تتكلم مع فرد الامن علشان ما ياخدش باله من ايدي. واول ما بيدخل ايدي لغرفة التجارب بيصور كل اللي بيحصل بالموبايل بتاعه، وفجأة ايدي بيشوف ماري بياعت الجرايد في منطقته اللي كانت مختفية من فترة، وبيلاقيها مرعوبة وبتطلب منه يساعدها ويخرجها من المكان ده. فبيحاول ايدي يفتح باب الغرفة، لكن جرس الانذار بيشتغل في المختبر بالكامل، فبيجيب ايدي طفاية الحريق وبيكسر بيها ازاز غرفة التجارب
التجارب، ولكنه بيلاقي ماري بتهجم عليه وبتنقل الكائن الفضائي اللي جوه جسمها لجسم ايدي وبتموت بعد كده. وبيوصل افراد امن المختبر فبيجري ايدي منهم وما بيعرفوش يلحقوه، فبيستغرب ايدي لما بيلاقي جسمه بيتحرك بسرعة وبقوة غير طبيعية. وبيخرج ايدي برا المختبر وبيجري في الغابة وبيقدر يهرب ايدي من افراد الامن. وبعدها بيرجع ايدي لبيته وبيتفاجئ ايدي ان هو جعان جدا وان هو بياكل كل الاكل اللي موجود في المطبخ وبياكل الفراخ من الزبالة. وبعدها بيدخل ايدي الحمام وبيغسل سنانه وبيتصدم ايدي لما بيلاقي وش مرعب في المراية فبيتخض وبيغمى عليه. وفي الوقت ده بيكتشف رجالة امن شركة ديريك ان الشخص اللي ساعد ايدي في دخول الشركة هي دورا، فبيسلموا دورا لديريك. فبيطلب ديريك منها ان هي تقول له مين اللي سرق الكائن الفضائي بتاعه، لكن دورا بتسكت فبيهددها ديريك ان هو هيقتل اسرتها كلها، فبتضطر ان هي تقول له ان هو ايدي. فبيخرج ديريك من الغرفة وبيقفل عليها الباب وبيسيب الكائن الفضائي يخترق جسمها. وتاني يوم بيفوق ايدي وبيحاول يتصل باني علشان يقول لها على اللي حصل، ولكنه بيلاقي تليفونها مقفول. فبيروح لها المنطقة اللي هي ساكنة فيها وبيلاقيها قاعدة في مطعم جنب بيتها وبيكون معاها واحد اسمه دان. فبيدخل ايدي المطعم وبيقول لاني ان هي الوحيدة اللي ممكن يثق فيها، ولكن اني بتلاقي حرارته عالية وبتحس ان هو مش في وعيه. وفجأة بيجوع ايدي وبيفضل ياكل الاكل اللي قدام كل الزباين. فبتقرر مديرة المطعم ان هي تستدعي الشرطة، ولكن دان صاحب اني بيمنعها وبيعرفها ان هو دكتور وان ده المريض بتاعه. وبسبب حرارة ايدي المرتفعة بيروح يقعد في حوض سمك موجود في المطعم وبيكون في استاكوزة حية فبيمسكها ايدي وبياكلها. وبعد شوية ايدي بيكون فقد للوعي في عيادة دان، ولما بيفوق ايدي بيسأل هو فين، فبيقول له دان ان هو في عيادته وان هو هيعمل له فحص بموجات الرنين علشان يشخص حالته. ولكن اول لما جهاز الرنين بيشتغل ايدي جسمه بيترعش جامد، فبيوقف دان الجهاز بسرعة وبيروح يطمن عليه وبيلاقيه كويس. فبيفتكر دان ان ايدي عنده فوبيا من الاماكن الضيقة وبيطلب دان من ايدي ان هو يرجع على البيت وينام علشان يريح جسمه. واول ما بيوصل ايدي شقته بيتعصب جدا بسبب صوت الجيتار اللي عند جاره، فبيروح له ايدي وبيطلب منه يوطي الصوت، ولكن جاره ده بيرفض يوطي الصوت وبيقول له ان هو حر ويعمل اللي هو عايزه. فبتتغير ملامح وش ايدي وبيتحول لوحش مخيف، فبيخاف منه جاره وبينفذ اللي هو عايزه. لكن بعد ما بيرجع ايدي لشقته بيخبط الباب، ولما ايدي بيفتح الباب بيلاقي رجال الدرك معاهم اسلحتهم وبيطلبوا منه ان هو يسلم نفسه. فبيرفع ايدي ايده علشان يسلم نفسه، لكن الكائن اللي جواه بيتحكم فيه وبينزل ايده، وده لان هو بيرفض الاستسلام. فبيضرب واحد من الرجاله ايدي بساعة كهربا، فبتخرج من جسم ايدي ماده مطاطيه سودا وبتضرب رجاله ديريك وبتخلص عليهم كلهم في ثواني. فبيجري ايدي وبيهرب من البيت، ولكنه بيلاقي رجاله ديريك على السلم، فبيحركوا الكائن الفضائي وبيخليه ينط وبيمسك في بلكونه وبيقع جوه شقه حد من جيرانه. وبيكون قائد قوات امن شركه ديريك واللي اسمه تريس بيبعت ديريك بس مباشر باللي بيحصل. فبيفرح ديريك بسبب ان الكائن الفضائي عارف يتعايش مع حد من البشر، وبيطلب ديريك من تريس ان هو يقبض على ايدي باي طريقة ويرجع بيه للشركة. وفي اللحظة دي بيوصل ايدي للشارع وبيشوف على ازاز العربية ان وشه بقى مخيف، فبيقول لنفسه ان هو اكيد بيهلوس بسبب الطفيليات اللي جوه جسمه. فبيتضايق هنا الكائن الفضائي من وصف ايدي ليه، لان هو قال عليه طفيليات وبيعلقه في الحيطة كعقاب ليه علشان وصفه بالطفيلي. فبيعتذر له ايدي عن غلطه، وفجأة تهجم عليهم الدرونز اللي بعتها تريس، لكن هنا الكائن الفضائي بينقذ ايدي منها وبيركب ايدي الموتوسيكل بتاعه وبيهرب بسرعة. لكن تريس بيبعت وراه مجموعة كبيرة من الدرونز، فبيتحكم الكائن الفضائي في الموتوسيكل وبيخلي ايدي يسوق بسرعة كبيرة جدا وبيقدر يهرب من كل الدرونز. لكن تريس بيكمل في مطاردته لايدي لحد ما بيخبط ايدي بالعربية وبيقع ايدي على الارض وبتتكسر رجله. فبينزل تريس من العربية وبيكون فاكر ان هو سيطر على ايدي خلاص، ولكن فجأة بيتحول ايدي لكائن مخيف جدا وبيهجم على تريس ورجالته وبياكل راس واحد منهم وبيجري وبينط على المباني والعربيات. وبعدها بينزل البحر وبيغوص في المية وبيتحرك فيها بسرعة رهيبة لحد ما بيوصل للبر التاني، وبيرجع بعدها ايدي لشكله الطبيعي وبيلاحظ ان رجله بقت سليمة. وفجأة هنا بيظهر الكائن الفضائي لايدي وبيقول له ان هو اسمه فينوم، وبيعرف ايدي من فينوم ان مش البشر هم اللي اكتشفوا الكائنات الفضائية، ولكن الكائنات الفضائية هي اللي اكتشفت البشر، وان فينوم عاوز يوصل لصاروخ ديريك الفضائي. وفي نفس الوقت ده ديريك بيعنف 2 من علماء الشركة، وده بسبب انهم
بيسابوا الكائن الفضائي اللي جوه جسم دورا يموت بعد ما تسبب في موتها. وفي نفس الوقت ده بتوصل الشركة الطفلة اللي موجود في جسمها الكائن الفضائي اللي كان في ماليزيا، وبتقابل ديريك وبتنقل الكائن الفضائي لجسمه. وبنعرف ان الكائن الفضائي اسمه رايت، وبيتكلم ديريك مع رايت وبيعتذر له لان هو معرفش يرجع باقي الكائنات الفضائية. فبيقول له رايت ان في ملايين غيرهم على كوكبهم وكلهم هيبقوا تحت امرهم لو هما الاتنين اتعاونوا مع بعض، وانهم هيقدروا ينقلوا كل الكائنات الفضائية من كوكبهم لكوكب الارض. وفي نفس الوقت ده بتتصل اني على ايدي وبتطلب منه يقابلها فورا، لكن ايدي بيكون خايف على اني وبيقول لها ان هي ما تقربش منه نهائي. وبينهي ايدي مكالمته مع اني وبيكون وصل لمقر المجلة اللي اترفض منها، وبيدخل ايدي مكتب المدير من الشباك وبيسيب له رسالة وبيقول له فيها يعمل اللي عليه ويفضح ديريك. وبيسيب ايدي تليفونه اللي فيه كل الادلة على فضايح ديريك في مكتب المدير، وبينزل ايدي بالاسانسير وبيوصل للدور الارضي، لكن بيلاقي قدامه رجالة الشرطة محاصرين المكان وبيطلبوا منه يسلم نفسه. فبيتحول ايدي لفينوم وما بيتأثرش طبعا بالرصاص اللي بينضرب عليه، وبيقضي فينوم على كل رجالة الشرطة. ولكن بتيجي اني وبتشوف ايدي وهو متحول، فبتصرخ جامد من كتر الخوف. فبيرجع ايدي لشكله الطبيعي وبيكون عاوز يفهمها اللي بيحصل، لكن اني بتكون مصدومة وبتطلب منه يروح معاها على عيادة دان علشان يتعالج. وفي طريقهم للعيادة بتعرف اني ان ايدي بيقدر يتواصل مع فينوم. وبعد ما بيوصلوا للعيادة بيتعصب فينوم على دان لانه بيسمعه بيقول عليه طفايلي، فبيمسكه وبيكون عاوز يموته، لكن اني بتتدخل وبتشغل موجات الرنين وبيخرج فينوم من جسم ايدي. وبيتحبس فينوم في اوضه الفحص وبيخرج ايدي من العياده، لكن فينوم بيقدر يهرب من فتحه التهويه اللي في السقف وبيدخل في جسم كلب موجود في العياده. وفي الوقت ده بيوصل ايدي عند الاسانسير، ولكن بيلاقي قدامه تريس ورجالته وبيحقنوه بماده مخدره وبياخدوه على شركه ديريك. وبعدها الكلب بيروح لاني وبينقل لها فينوم جوه جسمها. وبعد شوية بيفوق ايدي وبيلاقي نفسه متكتف وديريك واقف قدامه وبيسأله عن مكان فينوم، فبيقول له ايدي ان هو حتى لو كان عارف مكانه مش هيقول له عليه. فبيتعصب ديريك وبيظهر الكائن الفضائي من جوه جسمه، فبيتراقب ايدي من اللي بيشوفه، ولكن بيرجع ديريك لشكله الطبيعي وبيطلب من تريس ان هو يتخلص من ايدي. فبياخد تريس ورجالته ايدي للغابة علشان يخلصوا عليه، ولكن هنا بيظهر فينوم وبيتخلص منهم كلهم، وبيكون فينوم في جسم اني. فبتروح اني بسرعة لايدي وبتنقله فينوم لجسمه. وبعدها بيقول فينوم لايدي انهم لازم يمنعوا رايت قبل ما ينفذ خطته ويجيب الفضائيين لكوكب الارض. وبيعرف ايدي ان فينوم كان ناوي يعمل كده، لكنه قرر ان هو يفضل مع ايدي على الارض، وده لان فينوم فاشل في حياته على كوكبه زي ايدي، وان هما الاتنين مع بعض هيكون لحياتهم قيمة كبيرة. وفي الوقت ده بيكون ديريك مجتمع مع فريق الاقلاع الخاص بالصاروخ الفضائي، وبيعرفهم ان هو هيسوق الصاروخ بنفسه. وبعدها بيشتغل العدة التنازل للاطلاق، فبيتحول ديريك لرايت وبيقتل كل اللي موجودين علشان يخفي اي شاهد على التجربة. وفجأة هنا بيجي فينوم وبيجم على رايت وبيدخلوا في قتال عنيف، وبيكون رايت اقوى من فينوم بكتير وبيقدر يسحبه من جسم ايدي وبيقرر يقتله، لكن ايدي بيقدر ينقذ فينوم من رايت وبيخليه يدخل جسمه تاني علشان يقدر يقاوم رايت، لكن رايت بيهرب منهم علشان يلحق يركب الصاروخ قبل ميعاد الاقلاع. وفي نفس اللحظة اني بتشغل مكبرات الصوت باعلى درجة وبيخرج فينوم ورايت من جسم ايدي وديريك، لكن رايت بيقدر يرجع لجسم ديريك من تاني وبيصنع من جسمه سيف ضخم وبيقتل بيه ايدي. وبعدها رايت بيدخل جوه الصاروخ، وقبل ما يموت ايدي بيجي فينوم وبيدخل فينوم جوه جسم ايدي وبينقذه من الموت، وبيشيل فينوم السيف من جسم ايدي وبيعمل بيه شرخ كبير جدا في جسم الصاروخ، فبينفجر الصاروخ وبيموت جواه ديريك ورايت. ومن شدة النار اللي سببها الانفجار بيخرج فينوم من جسم ايدي وبيقع ايدي في البحر. وبعد كام يوم بيكون ايدي مع اني وبيقول لها ان هو كان عايز يشتغل كاتب، واول قصة هيكتبها هي قصته مع فينوم. وبيكون ايدي مفهم اني ان فينوم مات، لكن ايدي بعد ما بيخلص مقابلته مع اني بيمشي في الشارع وبيتكلم مع فينوم وبيتفق معاه ان وجوده جوه جسمه هيكون سر بينهم للابد، وان هو مش مسموح ليه ان هو ياكل اي حد من البشر غير لو كان شخص شرير. فبيطلب منه فينوم ان هو يعرفه الفرق بين الطيب وبين الشرير. فبيروح ايدي على تشين صاحبة السوبر ماركت اللي جنب بيته، وبيكون في حرامي بيجي السوبر ماركت في الوقت ده كل شهر، وبيفضل ايدي موجود في السوبر ماركت لحد ما بيجي الحرامي فعلا وبيرفع سلاحه على تشين. فهنا فينوم بيسأل ايدي الشخص ده شرير ولا طيب، فبيقول له ان هو شرير.
فبيهجم فينوم على الحرامي وبياكله، وبعدها بيرجع ايدي لطبيعته. فبتترعب تشينو وبتسأل ايدي عن اللي بيحصل، فبيعتذر لها ايدي وبيقول لها ان هو مصاب بكائن طفيلي. فبيتعصب فينوم على ايدي وهو خارج من السوبر ماركت وبيطلب منه يعتذر، فبيعتذر له ايدي وبيقول له ان هو بيهزر معاه. وبيخلص الجزء الاول من الفيلم. بيبدأ الفيلم سنة 1996 في سجن خاص بمصحة عقلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبنشوف شخص مضطرب نفسيا اسمه كليتس محبوس في أوضته، وبتكون حبيبته اللي اسمها فرانسيس في الأوضة اللي جنبه. وبتكون فرانسيس خايفة لأن إدارة المصحة قررت تنقلها على مكان تاني، والمكان التاني ده فيه ناس عندهم قوة خارقة زيها، وده لأن طاقتها بدأت تتطور وبقت خطر على اللي حواليها. وبعدها بتيجي الشرطة وبتاخد فرانسيس من أوضتها، وبيشوفها كليتس من أوضته وهي بتركب عربية الشرطة تمشي. وبيكون كليتس حزين جدا لانه مش قادر ينقذ فرانسيس حبيبته. وفي الطريق بتكون فرانسيس في عربية الشرطة مع ضابط اسمه موليجان، وفجأة فرانسيس بتبدأ تصرخ بصوت عالي جدا، وبتكون ترددات صوتها شديدة جدا لدرجة ان الضابط موليجان بيحس انه هيفقد السمع، فبيطلع موليجان مسدسه وبيضرب فرانسيس بالنار. وبتقع فرانسيس من العربية وموليجان بيفتكرها ماتت، ولكن فرانسيس بتكون لسه عايشة وبتكتشف ان هي فقدت عينها الشمال وان هي موجودة في السجن الجديد. وبعد سنين وفي الوقت حالي بتكون فرانسيس محبوسة في غرفة من الإزاز المنع للصوت. وبالرغم من إجراءات السجن المشددة، لكن ده ما بيمنعش الحراس إنهم يحموا دانهم لما بيدخلوا الأكل لفرانسيس. وبتقرأ فرانسيس في الجريدة إن حبيبها كليتس ممكن يواجه حكم بالإعدام، وده لأن هو مجرم وقاتل متسلسل. فبتزعل فرانسيس على حبيبها وبترفض تاكل وبترجع تنام في سريرها. وفي الوقت ده بيكون كليتس موجود في زنزانته وبيطلب ان هو يقابل ايدي. فبيستدعي الضابط موليجان ايدي وبيعرفه ان كليتس عايز يتكلم معاه، وبنعرف ان موليجان يبقى رئيس قسم التحقيقات الفيدرالي في الولاية. عشان كده موليجان بيكون متوقع ان كليتس هيقول ايدي على الاماكن اللي دفن فيها جثث ضحاياه، وبيطلب موليجان من ايدي ان هو يتصرف كويس وما يعملش مشاكل زي عوايده. فهنا بيتعصب فينوم من طريقة كلام موليجان وبيكون عاوز ياكله، لكن ايدي بيمنع فينوم وبيدخل بيه الحمام علشان محدش يشوفه، وبيحاول يفهمه ان هو ما ينفعش ياكل ضابط شرطه مهما حصل. وبعدها بيروح ايدي للسجن اللي موجود فيه كليتس، وبيطلب كليتس من ايدي ان هو ينشر قصته لمعجبينه، وده لانه عارف ان الناس بتحب تسمع قصص السفاحين والقتله. وبيعرفه ان قصته هتكون سبب في رجوع ايدي للشهره في مجال الصحافه من تاني. وبيكون كليتس عاوز يبعت رساله لفرانسيس قبل ما يموت، فبيحكي كليتس عن كاتدرائيه قديمه في مكان بعيد، وبيقول له ان الكاتدرائيه دي موجود فيها ملاك وان الملاك ده يبقى نصه التاني. وبعد ما بيخلص كليتس كلامه، ايدي بيقول له ان هو مش فاهم ولا كلمه من كلامه، ولكنه بيوعده ان هو هينشر قصته وبيسيبه وبيمشي. ولكن ايدي قبل ما يمشي بيقف قدام زنزانة كليتس، وده لانه بيشوف فيها رسومات غريبة وبيقدر فينوم يحفظها في ذاكرته. وبعدها بيخرج ايدي من السجن وبيكون مستني الضابط موليجان، وبيكون موليجان عاوز يعرف من ايدي معلومات عن ضحايا كليتس، لكن ايدي بيقول له ان كليتس ما قالش اي حاجة غير شوية شعر مش مفهوم. ولما بيرجع ايدي لبيته، فينوم بيرسم كل الرسومات اللي شافها في زنزانة كليتس، وبيفضل فينوم يبحث عن الرسومات دي على الانترنت لحد ما بيقدر يلاقي صورة مكان من اللي موجودين في الرسومات دي. وبيكتشف ايدي ان المكان ده يبقى مدفن لجثث ضحايا كليتس، وبيتشهر ايدي وبتتكلم عنه الصحافة ونشرات الاخبار. وبتعرف فرانسيس من الجرايد ان حبيبها كليتس هيتعدم خلاص، وده بعد ما تم اثبات جرائمه وباكتشاف الجثث. وبعد مرور كام يوم، ايدي بيتفاجئ ان فينوم نفسه ياكل عقول بشريه لانه زهق من اكل الفراخ والشوكولاته، وكمان فينوم بيكون نفسه يروح يقعد على الشاطئ ويظهر للعلن ويستمتع بالطبيعه. لكن ايدي بيكون معارض لكلام فينوم علشان خايف من الشرطه، لان رجال الشرطه لو اكتشفوا ان ايدي عنده كائن فضائي بيساعده هيقبضوا عليه وهيسجنوه وممكن يتحكم عليه بالاعدام. فبيطلب فينوم من ايدي ان هو يجيب له اكل، فبينزل ايدي للسوبر ماركت بتاع تشين جارتو اللي بتكون عارفه فينوم، لكن تشين بتقول لهم ان الشوكولاته خلصت ولسه الطلبيه الجديده ما وصلتش. فبيروح ايدي على مزرعه فراخ كبيره علشان فينوم ياكل منها، ولكن فينوم بيكون متعصب لان الفراخ دي صغيره وبتضعف قوته وان هو محتاج ياكل مخاخ بشريه علشان ينشط عقله وينعش جسمه. وبيفضل فينوم يتنطط من مبنى لمبنى وهو زعلان لحد ما بيشوف حرامي بيسرق واحده ست في الشارع، فبيفرح فينوم اخيرا عشان لقى شخص شرير هياكل مخه. وبسرعه بيمسك فينوم الحرامي علشان ياكله، لكن ايدي بيمنع فينوم من اكل الحرامي ده، فبيتعصب فينوم بيرمي الحرامي على الارض وبيجري فينوم على سطح المباني من تاني لحد ما بيجي اتصال لايدي من اني حبيبته السابقه. فبيقف فينوم علشان يخلي ايدي يرد على اني، وده لان فينوم عارف ان ايدي لسه بيحبها، وبتطلب اني من ايدي ان هي تقابله بكره علشان عاوزه تقول له على خبر مهم.
وتاني يوم ايدي بيقابل اني وبيتفاجئ ايدي ان هي بتوريه خاتم خطوبتها من دان، فبيمثل ايدي ان هو مبسوط ومش متضايق من الخبر ده، لكن اني بتلاحظ ان فينوم لسه عايش جوا جسم ايدي وان هو ما ماتش زي ما ايدي قالها من فتره، فبتقوله انه بسبب افعاله دي وان هو بيكذب عليها هي ما كانتش حاسه معاه بالامان، وعلشان كده هي اختارت دان لان حياته مستقره، ده غير ان هو مش بيكذب عليها خالص. فبيتضايق ايدي من كلام اني وبيبارك لها على خطوبتها وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم ايدي بيصحى من نومه وبيلاقي فينوم جايب له البريد، وبيلاقي ايدي رساله من كليتس كاتب فيها قصه حياته، وبتكون طريقه كتاب كليتس عباره عن رسومات غريبه ولكن ايدي بيقدر يفهمها، وبيعرف ايدي ان كليتس لما كان طفل قتل جدته القاعده لما وقعها من على السلم، وان هو رمى مجفف الشعر على امه وهي في البني وقتلها واتقبض عليه واتحط في مصحه عقليه للاطفال، وهناك كليتس اتعرض للتنمر والضرب من كل الاطفال، وان الوحيده اللي دفعت عنه بقوتها الخارقه هي فرانسيس. ومن وقتها واتولد ما بين كليتس وفرانسيس حب كبير مستمر لحد دلوقتي، وبيطلب كليتس من ايدي ان هو يزوره ويودعه قبل ما يتحكم عليه بالاعدام، فبيقرر ايدي ان هو ينفذ طلب كليتس وبيروح على السجن الموجود فيه كليتس. واول ما بيوصل ايدي للسجن فينوم بيطلب منه ياكل المساجين لانهم اشرار، فبيزعق له ايدي وبيمنعه، وبعدها بيدخل ايدي وبيقابل كليتس، وبيقول كليتس لايدي ان هو السبب في الحكم عليه بالاعدام، علشان كده كليتس بيتمنى ان ايدي يعيش وحيد طول حياته وان قلبه يتكسر زي ما تسبب في كسر قلبه، فبيتعصب فينوم وبيهجم على كليتس، لكن كليتس بيعض ايدي في ايده، وبيجي الامن وبيفضل الاشتباك بينهم وبيخرج ايدي من الزنزانه وبيمشي، لكن كليتس بيتفاجئ ان الدم اللي نزل من ايد ايدي بيتحول لخليه حيه فبياكلها، وبعدها بيرجع ايدي على بيته وهو متضايق من اللي عمله فينوم في السجن، لكن فينوم بيزعل من ايدي وبيعرفه ان هو ما بيحبش اي حد يغلط فيه قدامه، وبيتهم فينوم ايدي بان هو شخص اناني وبتقوم بينهم خناقه، وبعد ما بتخلص الخناقه بيقرر فينوم ان هو يخرج من جسم ايدي، وبيدخل فينوم في جسم واحد من اللي ماشيين في الشارع. وبعدها بيجي وقت اعدام كليتس، ولما بتبدا الماده السامه في الدخول لجسمه وبتحصل حاجه غريبه، وبيتحول كليتس لكائن فضائي من نفس فصيله فينوم اسمه كارندج، وبيهجم كارندج على كل الموجودين في السجن وبيقتلهم، وبيخرج كليتس من السجن وهو مبسوط وبيغني. وتاني يوم ايدي بيعرف من نشرات الاخبار ان كليتس هرب من السجن، فبيفهم ايدي ان كليتس هيجيله علشان ينتقم منه، فبيخاف ايدي لان هو ضعيف من غير فينوم ومش هيقدر يواجه كليتس، وفجاه بيخبط حد على باب شقه ايدي، فبيترعب هنا ايدي لانه بيكون فاكره كليتس، ولكنه بيكون الضابط موليجان واللي بيسال ايدي عن معلومات عن هروب كليتس من السجن، وده لان ايدي هو اخر شخص كليتس اتكلم معاه قبل ما يهرب، فبيقول له ايدي ان هو ما يعرفش اي حاجه عن اللي حصل، فبيحذره موليجان وبيطلب منه ان هو تخبى علشان كليتس اكيد هيدور عليه. وبعد ما بيمشي موليجان بيحاول ايدي ان هو يوصل اي معلومه تدله على مكان كليتس، فبيدور في الاوراق اللي رسمها فينوم، فبيلاقي ورقه مرسوم عليها شجره كبيره قدام مبنى مصحه عقليه. وفي الوقت ده بيكون فينوم في حفله تنكريه، وكل اللي موجودين بيفتكروا ان فينوم متنكر زيهم وبيعجبهم شكله جدا، فبيفرح فينوم لانه بيحس بالاهتمام، فبيطلع على المنصه وبياخد الميكروفون من المغنيه، وبيتكلم فينوم مع اللي موجودين وبيقول لهم ان ايدي صديقه وما كانش عارف قيمته، وبيطلب منهم انهم يقدروا قيمه الصداقه الحقيقيه، فبيتاثر الناس بكلامه وبيهتفوا له وبيقولوا له انهم بيحبوه، لكن فينوم بيمشي من الحفله وبيكون متضايق لانه كان نفسه ايدي يكون معاه ويشوف الناس بتحب فينوم قد ايه. وفي الوقت ده كليتس بيكون ماشي في الشارع وهو في قمة السعادة، وبيلاقي قدامه عربية رياضية بتعجبه جدا فبيسرقها، وفي الطريق كليتس بيتفق مع كارندج ان هو يلاقي فرانسيس وان كارندج يلاقي فينوم، وبعد شوية بيوصل كليتس لسوبر ماركت في بنزينة، وبيدخل وبيقتل الموظف، وبيستخدم كارندج الكمبيوتر بتاع الموظف وبيقدر يوصل لمكان فرانسيس، وفي مكان تاني بيكون ايدي قدام مبنى المصحة العقلية، وبيلاقي الشجرة اللي فينوم رسمها، وبيكون محفور عليها قلب جواه حرفين من اسم كليتس وحرفين من اسم حد تاني، فبيتصل ايدي على موليجان وبيسأله عن معنى الحروف دي، فبيقول له موليجان ان هي اول حروف من اسم فرانسيس حبيب كليتس، فبيفهم ايدي ان كليتس بيدور على حبيبته، ولكن موليجان بيقول له ان هي ماتت. وفي نفس اللحظه دي بتكون فرانسيس موجوده في السجن، وبتيجي الدكتوره وبتقول لفرانسيس ان حبيبها هرب من السجن لكنه مش هيقدر يوصل لها، لكن فجاه بيظهر كليتس وبيقتل الدكتوره، وبيطلب كليتس من فرانسيس ان هي ما تخافش من اللي هتشوفه، وبيعرفها كليتس على كراندج، وبيستخدم دراعاته وبيحرر حبيبته من سجنها، وبتكون فرانسيس مبسوطه جدا وهي بتهرب مع كليتس بالعربيه، وبتبدا الشرطه في مطاردتهم، ففرانسيس بتستخدم ترددات صوتها القويه، لكن صوتها العالي بيأثر على كراندج، فبيمنعها كليتس من استخدام قوة صوتها، وبيقول لها ان الصوت العالي بيضعف قوة كراندج،
وفي الوقت ده بيوصل فينوم للسوبر ماركت وهو في جسم شخص غريب، وبيقول لتشيني ان مفيش جسم بشري بيستحمله لمدة طويلة، وبيطلب منها تجيب له شوكولاتة لان هو جعان جدا. وفي اللحظة دي بيوصل موليجان للسجن اللي هربت منه فرانسيس، وبيعرف ان هي لسه عايشة وبيستنتج ان هي هربت مع كليتس، فبيطلب موليجان من رجالته يقبضوا على ايدي. وبعد شوية ايدي بيكون في غرفة التحقيقات في القسم، وبيكون قدامه موليجان واللي بيكون متأكد ان ايدي ليه علاقة باللي بيحصل، وده لان الشهود قالوا ان في وحش كان موجود في مواقع الحوادث اللي حصلت من شوية. فبيفتكر ايدي يوم ما كان مع كليتس وعضه في ايده، فبيخمن ان كليتس اكتسب قوة فينوم بعد لما دق دمه. وبيقول ايدي لموليجان ان هو مش هيتكلم غير لما يعمل مكالمته التليفونيه الاول، فبيوافق موليجان لان ده من حق ايدي. وبيتصل ايدي على اني اللي بتكون مع خطيبها دان، وبيطلب ايدي من اني تجيله بسرعه على اسم الشرطه. وبعد شويه بتوصل اني وبتطلب من موليجان ان هي تتكلم مع ايدي لوحدهم، وبتدخل اني غرفه التحقيق وايدي بيحكي لها على اللي حصل، وبيطلب منها تلاقي فينوم ضروري لان هو محتاج مساعدته. فبتروح اني على تشين في السوبر ماركت وبتسالها عن مكان فينوم، وبيكون التلفزيون شغال ونشرات الاخبار بتنقل تفاصيل هروب كليتس فرانسيس. فبتقول اني لتشين ان كليتس جواه كائن فضائي وان ايدي مقبوض عليه وان هو محتاج مساعده فينوم، لكن اني وهي بتتكلم بتعرف ان فينوم موجود جواه جسم تشين، وبتقدر اني تقنع فينوم ان هو يروح معاها علشان ينقذ ايدي. وبعد شويه بترجع اني على اسم الشرطه وبيبقى فينوم جواه جسمها، وبيقدر فينوم ياخد ايدي ويهرب بيه من الاسم. وبعدها فينوم بيطلب من ايدي يعتذر له قبل ما يتنقل من جسم اني لجسمه، فبيعتذر له ايدي وبيتصالحوا هما الاثنين مع بعض. وبعدها بيطلب ايدي من دان ان هو ياخد اني ويستخبوا في مكان امن. وفي الوقت ده بيكون كليتس وفرانسيس بيحرقوا مبنى المصحه العقليه اللي كانوا محبوسين فيه وان هم اطفال، وبيظهر كرانديج وبيتفقوا كلهم انهم هيقتلوا ايديو فينوم ومعاهم الضابط موليجان علشان فرانسيس تنتقم منه، وده كله هيحصل في فرح كليتس وفرانسيس في الكاتدرائيه. وبعد شويه موليجان بيكون في طريقه للقبض على ايدي، لكنه بيلاقي قدامه كليتس اللي بيتحول لكرانديج، وبيقبض على موليجان علشان يسلمه لفرانسيس. وفي اللحظه دي بتكون فرانسيس موجوده في بيت ايدي، وبتلاقي خاتم جواز جنب صورة اني، فبتفهم فرانسيس ان اني هي اللي هتوصلها لمكان ايدي بكل سهولة. فبتروح فرانسيس على بيت اني وبتلاقي دان مستني اني في عربيته، فبتحبسه فرانسيس في صندوق العربية. وبعدها فرانسيس بتدخل بيت اني، واول ما بتشوفها بتسألها عن مكان ايدي، لكن اني بترفض تقول لها اي حاجة عنه، فبتضربها فرانسيس وبتفقدها الوعي وبتخطفها. وبترجع فرانسيس لدان وبتقول له يبلغ ايدي ان هو لازم يسلم نفسه لكليتس في حفل زفافهم بعد ساعة من دلوقتي في الكاتدرائية القديمة، إلا حبيبته أني هتموت. فبيتصل دان بسرعة على إيدي وبيقول له اللي حصل. وبعدها كليتس وفرانسيس بيكونوا في الكاتدرائية، وبيكون معاهم كاهن علشان يقوم بمراسم جوازهم، وبيكون موليجان وأني مربوطين في مكان ورا الكاهن. وفجأة هنا بيظهر فينوم، فبيتحول كليتس لكرانديج، وبتقوم بينهم معركة شرسة، وبتصرخ فرانسيس علشان تضعف فينوم، فبيضربها كرانديج علشان تسكت لأن هو كمان بيضعف. وبيكمل كرانديج معركته مع فينوم، وبياكل كرانديج راس الكاهن علشان يستجمع قوته. فبيستغل موليجان الفرصه وبيحاول يهرب، ولكن فرانسيس بتجري وراه وبتمسكه وبتطعنه في كتفه وبتفقع له عينه علشان تخليه يبقى بعين واحده زيها. وفي اللحظه دي فينوم بيضرب كرانديج ضربه قويه جدا، وبيجي داني وبيكب على كرانديج بنزين وبيولع فيه. وبتيجي الساعه 12 وبيرن جرس الكاتدرائيه الضخم، فصوت الجرس بيأثر على فينوم وكمان كرانديج، وبيضعفوا الاثنين وبيختفوا جوا اجسام كليتس وايدي. فبيهجم كليتس على ايدي وبتبدا بينهم معركه قويه. وفي نفس اللحظه فرانسيس بتكون عند برج الكاتدرائية، وبتمسك موليجان وبتلف سلسلة حديد على رقبته وبتشنقه. وجوه الكاتدرائية بيظهر كرانديج وفينوم من اجسام كليتس وايدي، وده بعد ما استجمعوا قوتهم. وبيقدر كرانديج ان هو يوقع سقف المكان على فينوم، وبيفضل فينوم تحت الحطام ومش قادر يحرر نفسه. وفي اللحظة دي كرانديج بيمسك اني علشان يموتها، وبيخرج كرانديج عن سيطرة كليتس، وبيروح عند برج الكاتدرائية وبيمسك فرانسيس علشان يموتها هي كمان. فبيترجى كليتس ان هو ما يقتلش فرانسيس. وهنا ايدي بيقول لفينوم ان كليتس وكرانديج مش متفاهمين زيهم، وبيتكلم ايدي مع فينوم وبيقول له ان هما الاثنين اقوى بكتير من كليتس وكرانديج، وده لان ايدي وفينوم اصدقاء. فبيستجمع فينوم قوته وبيحرر نفسه من الحطام اللي عليه، وبعدها بيتسلق فينوم برج الكاتدرائيه وبيضرب كرانديج بعمود حديد، وبيقدر فينوم يحرر اني وبيسلمها لدان. وبيرمي فينوم فرانسيس من على البرج علشان يستفيد من صرخه موتها ويضرب بيها كرانديج، ولما بيحصل ده بينفصل كرانديج وفينوم عن كليتس وايدي، وبيقع
كليتس على الأرض، وبيقدر فينوم ينتقل من خلال جسم آني ودان وينقذ حياة إيدي قبل ما يقع على الأرض في آخر لحظة. فبيستغل كراندج الفرصة وبيحاول يرجع لجسم كليتس من تاني، لكن فينوم بيمسك كراندج وبياكله، وبعدها فينوم بيمسك كليتس وبياكل راسه، وبيكون مبسوط لأنه بقاله كتير ما أكلش مخ بشري. وبعدها إيدي وفينوم بيشكروا آني ودان على مساعدتهم ليهم، وبيقرروا كلهم يمشوا من المكان قبل ما الشرطة توصل. وبعد مرور كام يوم إيدي بيروح على الشاطئ علشان يحقق لفينوم أمنيته، فبيشكره فينوم على اهتمامه بيه. وبعدها بيكون إيدي موجود في أوضة في فندق وبيتفرج على التلفزيون، وبيفتح فينوم قلبه لإيدي وبيقوله إن هو هيوريله لمحة من أسرار الكون، فبيوافق إيدي. وفجأة الأوضة بتتغير من حواليهم، وإيدي بيلاقي نفسه اتنقل لعالم مختلف، وبيشوف فينوم على التلفزيون شخصية سبايدر مان. فبيقرب فينوم من الشاشة وبيبان إن هو معجب بسبايدر مان، وبيخلص الجزء التاني من الفيلم. ما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وممكن تقترح علينا أفلام ومسلسلات نلخصها في التعليقات، وما تنساش تعمل فولو لقناة وصفحة عبد عاطف علشان تتابع الملخصات الكوميدية، ويلا سلام.